ليه لما ويجز طلع من الراب شويه وراح بوب شويه اتريقت عليه وقلت عليه حساس في الحب وبتاع؟ انا قلت عليه كده فين؟ عيل حساس بتتمرمغ في دراما. ايوه بس دي ممكن تبقى اي حد يعني. بس هي وقتها كانت اغنيه البخت بتاعت ويجز. ايوه انت وكل مزكرة. الناس قالوا انها عشان بحب ويجز جدا. بص ده عادي. انت قصدك ويجز؟ لا لا هي متقاله كده عامه على يعني في الهوا. خلي بالك زمان في 2018 برضو في الزمن ده كنت بشتم واحد كده طول الوقت، هو واحد وهمي وما كانش شخص حقيقي. احنا دلوقتي عشان بقى في مجال كل كلمه انت بتقولها ناس يقول لك انت دي بقى رايحه لفلان. يعني جبت لك اغنيه من 2018 دلوقتي غنيتها ناس تقول لي اه انت قصدك بقى، يعني الناس بتحاول تفصل الموضوع. ولكن بس ده ما بينطبقش على ويجز. ويجز انت كان قصدك كنت بتدس ويجز، قول الحقيقة يا مروان. بتتمرمغ في دراما، دي اغنية كله في السليم، طبعا لان الاغنية دي كانت دس اصلا. يعني الاغنية دي كانت دس على اتنين. فعادي يعني هو في الاول وفي الاخر دي ترجع بقى في فكرة الدس ومش عارف ايه، وانه انت بتثبت ان انت اجمد. يمكن يعني انا في الراب بسمي حاجة زي دي اللي هو زي كتف قانوني. زي في الكورة كده. ايوه. اللي هو انا اديتك كتف بس هي مش فاول. انا ما ضربتكش تحت الحزام مثلا. فاهم قصدي؟ فده جزء من الشغلانه. بتحب ويجز؟ معرفوش يعني، ما نعرفش بعض على المستوى الشخصي اللي هو احبه ومحبوش. بتحب تراكات ويجز؟ بحب له اغاني. بتحب له ايه؟ بحب له مثلا الاغاني اللي هي زي بالسلامه، بحب الحاجات اللي بيراب فيها قوي. بحب الحاجات الصعبه. الحاجات القديمه دي بتاعه 2018 و2000 مثلا يعني. لا لا عادي. لا هو ما... انت مش عارف قديمه دي بتعمل فيا ايه. كمل يا مروان كمل. لا لا بحب له الحاجات اللي بيراب فيها اكتر من الغنى. ما عنديش اللي هو النفسيه او المنافسه تخش في حته اني اسمعش الناس اللي بتنافسني او ان انا لا ما بحبش فلان. انا حسيت ده لما عرفت ان انت بتنتج لنفسك ولغيرك. بالظبط يعني اكتر واحد بنتج له هو عفروته.